أنا مثلا مسؤوليته ومسؤوليتها حددت مشواري، هو أستاذي وأستاذتي اللي درسوني، أستاذة اللغة العربية اللي لليوم بتذكر اسمها آسيا، حببتني في اللغة، حببتني في الصف، حببتني في الدراسة، رسمت معالم مشواري لأني دخلت الإعلام من وراء أستاذتي وأساتذة آخرين كان لهم كثير دور في تحديد هويتي، شخصيتي، تكويني. فهذا الشيء اللي رح نحكيه عنه، لأنه فعلا المعلم يعتبر عنصرا أساسيا ومهما في العملية التعليمية، وتلعب الخصائص المعرفية والانفعالية التي يتميز بها دورا بارزا في فعالية هذه العملية. اليوم ضيفتنا الأسبوعية المعتادة الأستاذة الجامعية والمدربة في مجال التربية والتعليم نادين جودي، هي وأوراقها الصغيرة جات. أهلا وسهلا نادين. ماشي الحال؟ جايين نغش كمان اليوم؟ لا بس حبيت المقدمة تبعيتك حتى ما أنسى، أخذت نوتس. برافو. ومعها ضيف عزيز الاختصاصي في إدارة الأعمال الدولية والقيادة التربوية دكتور حسن يونس. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أخبار؟ يا هلا. الحمد لله تمام. طيب أنا كثير تحمست للموضوع أول ما طرحتيه الأسبوع اللي فات نادين، وقلت لي بأنه الدكتور كمان حيكون معنا. ففعلا أنه المعلم عنده أثر في الأولاد والتلاميذ أكثر من الأهل، أنا بحس. قديش هذا الأثر وإيش هو؟ خلينا نعرف إيش هو المعلم الناجح. الأستاذ ليكون بس منيح بكفي أنه يشرح، الأستاذ ليكون أحسن في يعرض بعض المعلومات، بس الأستاذ المتفوق هو يلي بيلهم، والأستاذ اللي أعطيت أنت عنا إكزامبل هي ألهمتك وخلتك توصل للي وصلت له أنت ورسمت لك التراك اللي هلأ عم تمشي فيه. هيدي من صفات الأستاذ إذا بدك، أنه يقدر يأثر بتلاميذه، مش يكون عم بحضرهم بس لينجحوا بالامتحان بآخر العام الدراسي أو بآخر الفصل، هو يلي بحضر التلاميذ لينجحوا بالحياة، هو يلي بيترك أثر عند التلاميذ، ومش كل أستاذ بيقدر يترك أثر عند التلاميذ. الكرايتيريا لنحدد إذا الأستاذ ناجح أو لا هو قد عم بيكون إنفلونشل، قد عم بيكون مؤثر من خلال المهارات يلي عنده إياها. أكيد ما بكفي يكون عنده بس المهارات التقنية، بده يكون في مهارات أكثر بكثير من المهارات التقنية. ما بكفي بس يكون في عنده المعلومات يلي اكتسبها من شهاداته، بده يكون عنده قدرة على التأثير من خلال وجوده بالصف، من خلال مهاراته اللغوية، من خلال مهاراته الغير اللغوية كمان يلي تترك أثر مهم عند التلميذ. صح. شو نديم؟ مظبوط كل اللي قلتوه وجملته لنفس الافكار، وحضرتك بلشت قلت متاثر باستاذك وانا كمان متاثره باستاذي، لانه ما اشتغل بس على مثل ما قلت بالمقدمه على المعرفه، اشتغل على الانفعال والتفاعل، فهو فعلا اثر فيي، وانا موجوده يمكن هون بفضله له، طبعا بفضل اهله بفضله له. فالاستاذ الناجح فعلا عم بياثر على التلاميذ، ومش استاذ، مش كل استاذ بيقدر يكون ناجح، مش كل واحد اخذ شهاده وتخرج بيقدر يكون ناجح، خاصه بلبنان لانه عندنا جامعات، بعض الجامعات لما ياخذ مثلا ادب انجليزي ما بيعطوا شيء براكتيكال لينزل على واقع الارض، فممكن يكون الانسان معه شهاده بس منه ناجح. طيب كيف الواحد اذا ما عنده هالمؤهلات يشتغل على حاله ليصبح معلم ناجح؟ من هو المعلم الناجح؟ المعلم الناجح هو مثل ما قال دكتور حسن، هو يلي بيلهم التلاميذ. ليقدر يلهم التلاميذ بده يكون في عنده مثل ما قلنا شهادته اول شيء، ثاني شيء بده يكون في عنده مهاره التدريس اللي هي فن، بعتبرها انا فن. وبنقهر كثير من اللي بيقولوا انه هذا الاستاذ منه ناجح، فاشل بالاداره الصفيه. شو رايك يا نادين نعطي دورات تدريبيه حول الاداره الصفيه؟ اللي هي انا بعض الاحيان ضدها، لانه الاداره الصفيه قد ما اعطينا ورك شوبس وتدريب للاساتذه بدل في عنا بينقصهم الفن لحتى يبرعوا. فالاداره الصفيه اللي هي بتكمل الجانب الاكاديمي تبع الاستاذ، لما يفقدها الاستاذ بيصير في ثغره فاضيه، ببلش المشاكل وبلش الصف الفوضوي. وعم قلك ليش أنا ضد أنه نشتغل على التدريب بالإدارة الصفية، لأنه هي فن، يعني بياخد نظريات بس كيف بده يؤديها، كيف بده يعملها، بده شوية خبرة، نعطيه شوية وقت لحتى يفوت بدومين التعليم، يكتسب خبرة من الواقع اللي هو موجود فيه غير الكتب اللي نحن عم نتعلمها. طيب يمكن ندخل شوية في خصوصياتكم أنتم في المجال التربوي، مين بيقيم الأستاذ؟ يلي بيقيم الاستاذ هي عده جهات. اول شيء كل استاذ بده يعمل سيلف ايفالويشن، يعني بيقدر يقارن حاله مع بعض النماذج اللي هو كان يحبها لما كانت اساتذته، فهذا بيكون سيلف ايفالويشن. في بعض الاوقات بيكون الايفالويشن من خلال البيرز او من خلال بعض الزملاء، بيكون التقييم يمكن عندك زميل سبقك بالخبره فبيقدر يقيمك.
ممكن كمان تكون التقييم من خلال الإدارة، التقييم بيكون من خلال عدة جهات. هلأ بعتقد نادين كمان عندها أشياء جديدة على هذا الموضوع. حسن هلأ أنا وحسن في عنا قاسم مشترك محل واحد نشتغل فيه، التقييم اللي موجود عنا عندي أنا غير عنده لأنه غير غير كلية. أنا في عندي كوردينيتور بفوت بيحضر عنا وبيكتب التقارير، ولكن قديش هالتقارير عم تكون فعالة؟ بيرجعوا بيقارنوها مع تقارير من التلاميذ، التلاميذ ما بيقدروا يسجلوا للفصل الثاني إلا ليعبوا فورمات اللي هو evaluation للتيتشر. بس شو عم بيصير فينا يا بلال؟ شو معلون أخلاق يقروا؟ شو بيعملوا؟ يس 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 أو نو نو نو، أمرار الكلمة بقلب الجملة بتكون لازم يكون جوابها، إذا حطوا يس بيكون هي ضدنا. فتلقائيا منه معيار أساس التقييم. بس واحدة من المعايير بعتقد أنا التلاميذ هو تقييم التلاميذ للأساتذة. بس نادين بمقدمة الحلقة كانت عم تقول عن الإدارة الصفية، أنا بقول في فرق بين المانجمنت ومن الليدرشيب. الأستاذ ما بده يكون مانجر للصف، لأن أنت بتقدر تدير الصف بتهدد التلميذ إنه بتنقص علامة أو هذا التصرف رح يأثر بتقييمك لإله للتلميذ، فممكن يسكت لأنك أنت جبرته. بس bearing in mind إنه في كتير أشياء ممكن تلهي التلميذ، ممكن خاصة بوقتنا هلا، يعني التلميذ كونكتد من خلال الآيباد أو من خلال السمارت فون على كل شيء بالعالم، بيقدر يكون عم يلعب جيمز، بيقدر يكون يمكن أكسس عنده على فيسبوك على الواتساب على الإيميلز تبعه، فبيكون كتير مشتت ذهنه. أنا بقول ما بده يكون في بس إدارة صفية، بده يكون في قيادة. الأستاذ يلي عنده روح القيادة أول شيء بده يكون كتير شغوف، والشغف أنا بنظر بيعدي بده يكون كتير إيجابي والإيجابية بتعدي. إضافة لهالشيء بده يكون كتير محضر لصفه، وبده يكون التحضير بشكل إنه نحضر نحن learning outcomes. يعني أنا التلميذ من بعد ما فات على هيدي lecture أو فات على هيدي المحاضرة كيف فات وكيف ظهر، قديش زادت المعلومات اللي عنده إياها. فما بده يكون كمان الأستاذ مشتت هو بدوره ليقدر يكون عم بيأثر بالتلميذ. فهيدا الفرق بين القيادة، إنه يكون التلميذ إراديا عم يلحقك مش لأنه مجبر، والفرق بين إنه التدريب كتير مهم، بس الشغف ما فينا نخلقه بده يكون موجود. يعني الشرط الأساسي إنك تكون تحب مهنة التعليم، إذا ما بتحب مهنة التعليم مستحيل تكون ناجح. إحنا شفتنا في عندي يمكن تجارب في العائلة، أولاد أخويا أولاد أختي لما بيتغير الأستاذ بيقعدوا بيبكوا. لقلك شو اللي صار؟ غير الأستاذ. أنا صادفت إنه السنة تحديدا تركت من نصها وحل محل أستاذ تاني. تلقائيا صار يرفضوا الأستاذ التاني، صار يعتبروه شوي، صار يعطوا صفات سيئة بحقه لهالأستاذ اللي هو ممكن أفضل مني بكتير بكفاءته بخبر، ولكن هن كشخص رفضوا تبديل الشخص. فالأستاذ الناجح هو اللي بيكون قريب من التلاميذ، ما عطوها فرصة لتكون قريبة منهم أو لا يعرفوها شو بتعرف، حكموا عليها. فالتقييم هو إذا ما نمتنع على التلاميذ، التلاميذ نحن عنا بالجامعات بسجلوا عنا بالكورس بالسامستر اللي بعده، إذا منخليهم يستعملوا التليفون، إذا منخليهم يظهروا من الصف بس بدون، إذا منحط علامات. هيدا عم نحكي على التلاميذ اللي بيقيموا الأستاذ على هيدا الأساس. هلا نرجع لواقع الأرض اللي هو على ميداني، كوني أنا بالتدريب وتقييم الأساتذة بكون في عنا استمارة. هذه الاستمارة الجمل اللي فيها بدها تكون objective، مش مبنية على رأيي أنا الخاص، على إثباتات. منها ممكن تكون الإدارة الصفية مثل ما قلنا، معناتها التلاميذ ما عم بيشاغبوا، اختيارها للوسائل اللي عم تستعملها هل هي مرتبطة مباشرة مع الدرس أم لا. لازم يكون في عندها هدف واضح، وهذا الهدف يكون واضح للتلاميذ وتحط الهدف وهل وصلت للهدف أو لا. استراتيجيات والتقنيات اللي عم تستعملها، هل عم تستعمل lecturing قاعدة طول الوقت عم تعمل الكتاب وعم تعمل التلاميذ حينام وصار مثل الباسيف ريكوردر مثل المسجلة عم ياخذوا نوتس ولا عم يتفاعلوا معه. فالمعايير هي مبنية على تحضير الدرس، على الإدارة الصفية، على اختيار الاستراتيجيات والوسائل اللي عم تستخدمها لحتى يكون فعلا التعليم. في مثل بقول good كتبته لأنه كتير حبيته. Good teaching is 1/4 preparation and 3/4 theater. يعني مش بس بكفي إن تحضر وتاخد شهادتها، لتكون theater هو المسرح عم تتفاعل معهم. مش مهم شو بتعرف، مهم كيف تقوله، كيف توصل، كيف تقدر توصل. هون المهارات يمكن الغير لغوية اللي بنقدر نستعملها، اللي بنقولها non-verbal communication skills، وأهمتها بس أهميتها. هذا دائما بذكر أنا بالجامعة لما كنت بالعلوم السياسية كان عندي واحد شاب نبغى كتير شاطر ما شاء الله عليه، عمل بحث أكثر مني قيمة ومعلومات و60 مليون مرة، بس أنا القائي لأنه أوريدي كنت بلشت في التلفزيون الجزائري وقتها، فأكلت شوية المسرح وعملت شوية حركات هيك وهيك إيه. فأعطاني أنا الدكتور علامة أكثر منه، رغم أنه هو بحثه أعمق مني وأكثر. هيدي معايير تقييم الأستاذ للتلاميذ كمان بتختلف، في شيء اسمه روبريك نرجع نعمله حلقة خاصة بالله، لأنه كيف يختلف التقييم بين
من شخص ثاني عطى نفس المعلومه ولكن العلامه تختلف. نفس الشيء نحن لما عم بقيمونا انا وانت عم نشرح الدرس بنفس الطريقه وتلاميذنا نجحوا بس انت علامتك غير علامتي لانه على التفاعل والتواصل. طيب هيدا رايكم انتم كيف الاستاذ يكون ناجح ومثالي؟ خلونا نشوف التقرير اللي جبتوه نادين. قلتي لي بانه في تقرير سووه الشباب. ايه في تلاميذ اللي معلمتهم من 3 سنين بعضهم على تواصل معي، هن خلصوا مدرسه وهلا بالجامعه ورح يخلصوا جامعه، فهن اختصاصهم يمكن راديو تي في هيك، فشفتهم عم ينزلوا فيديوز قلت لهم شو رايكم تعكسوا لنا صوره الاستاذ الناجح والاستاذ اللامبالي؟ هن اختاروا العنوان وهن فكره يعني هن اللي قاموا بكل شيء، بس انا جبت السي دي واعطيتكم اياه لنشوف سوا شو حضروا. يلا تفضل نشوف مع بعض. تفضلوا. يمكن في صوره شوي كاريكاتوريه يعني بس انه اخذوها على الاكستريم شوي، يمكن لنفسر نحن الحد الادنى من الصفات اللي بتعمل الاستاذ كثير عاطل. الاستاذ يلي شفناه النموذج كثير عاطل يلي التلاميذ كانوا عم ياكلوا عم يلعبوا بالصف، منهم منتبهين ابدا، منهم انفولفد، بس موجودين كرمال الاستاذ يسجل لهم حضور. شفنا الاستاذ اول شيء في عائق للتواصل بين الاستاذ وبين التلاميذ يلي هو الطاوله. مش مسموح انا برايي انه ساعه كامله الاستاذ يكون قاعد خلف طاولته وعم يقرا كل الوقت بطريقه كثير مونوتون. هيك شفتك عم تعمل على رقبتك. انا بقول nothing ever great happens in the world without passion. I'm quoting Hegel. يعني الشغف هو ضروري جدا، وانا انا بساعتي بيكون حماس ماكسيموم، يعني المفروض تكون عم بتنط بالصف اذا بدك، خاصه لكثير اهتمام. انا بطل بركز شو القصه، بدنا كثير اهتمامه للتلميذ باي طريقه. المفروض المفروض نحن نشركه للتلميذ، ما مفروض يكون ادائنا بطريقه مونوتون. يعني مثلا اذا انا عم بشرح للتلميذ وعم بقرا كل الوقت انه في 3 وظائف للمانجر يلي هن بلانينج ديسيجن ميكينج وليدينج مثلا، بطريقه هيك كثير مونوتون، فينا نقول له نحن وعم نفوت بيناتهم نحن وعم نسالهم there are 3 functions للمانجر which are leading controlling and the primary function is planning. بتفرق كيف عم نستعمل نحن صوتنا، كيف عم نقدر نخلق اي كونتاكت، كيف عم نوحي انه الفكره يلي انا عندي اياها وافق منها. ليصدقني التلميذ ليقتنع فيها للفكره بده يشوفني انه انا مصدقها للفكره. فالاشراك للتلميذ الانفولفمنت للتلميذ هو امر كثير مهم، واستعمال مش بس المهارات اللغويه يلي عنا اياها، المهارات يلي هي نون فيربل يلي كثير عم نركز عليها، واكيد نادين بتدريباتها بتركز عليها كثير. طيب نادين والدكتور حسن بكل مصداقيه، قديش فيكم تخلوا همومكم ومشاكلكم خلف الباب قبل ما تفوتوا على الصف، وقديش هذا فعلا ممكن ينعكس على ادائكم؟ لانه فينا نقول انه مش كل الاساتذه سؤال محرج بحاله نفسيه كويسه وما عندهم مشاكل. فعلا انا اذا شخصيا هلا بالنظريات بقول لازم نترك كل شيء نكب كل شيء ورانا ونرجع على الصف ناسيين كل شيء. هلا انا الصف اذا كان عندي شيء ظرف معين الصف بنستيني فعلا، وانا بيعتبروني انه كثير مدمنه على الشغل، فانا اذا ما اشتغل بتعب، وأمر بكون تعبانه بروح على الشغل لريح حالي. بس تلقائيا مجرد ما فوت على الصف تلاميذ دغري بيعرفوا انه اليوم مش رايقه معه، بتلاقي بس لما اكون مش رايقه معه بتلاقي الصف كله هادي لانه حاسس من التعصيب. مفترض الاستاذ الناجح يترك همه بريه البيت ويفوت عليه، بس نحن بني ادميين وبشر ما فينا دائما نكبت، فممكن على وجهنا يبين بس ما نفش خلقنا بتلاميذ وما نكون عندنا لا السلطه نكون سموحين. وبدي قبل ما ننتقل لحسن بدي اقول ثانك يو لعبد الرحمن سنجر اللي هو حضر الفيلم يلي ما
مرة اسمه فحبيت بس رد له شيء من تعبه لعبد الرحمن سنجر فحبيت له عبد الرحمن ريلي نايس عملنا مواضيع تانية وبعتها ويمكن مشغلك معنا بالبرنامج هو استفدنا منك لا أنا بقول قد ما الأستاذ كان معصب أو قد ما عنده مشاكل أو قد ما كان تعبان لازم نفس الحماس يعطيك الحصص لأن من حق التلاميذ إنك تعطيهم الماكسيموم يعني أنا إذا عندي صف الساعة 8 الصبح أو عندي صف ماجستير من 6:30 لتسعة بالليل بده يكون بنفس الأداء وهون مدى حماسك ومدى حبك خلص إنه بتنسى كل شيء على عتبة الباب وبتفوت بدك تعطي بكل الحماس الممكن لتعدد تلاميذ حماس يعني تلاميذ بدهم سبب إضافي ليشتت اهتمامهم خاصة إنه اللامبالاة من طرفهم شوي عم بتزيد فنحن بدنا نكون هالسبب الإضافي لنقلل لهم هاللامبالاة أكيد على العموم الموضوع بياخذ وقت ومساحة أكبر المفروض شكرا لدين وشكرا لدكتور شكرا يوسف شكرا لك ميرسي دكتور حسن نورتونا وأكيد موعدنا الأسبوع الجاي أيضا مع نديم مع موضوع تربوي آخر والدكتور حسن أهلا وسهلا فيك أي تايم رايحين على فاصل وراجعين رح نضلنا بعالم الأطفال والتلاميذ لأنه رح نحكيه على الكتاب الجديد للأطفال لذلك بعد اللحظات من الإعلان نروح شوية راجعين